وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. داعين الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالتكم ويحقق كل ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وشعبها الوفي، ويعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودمتم سيدي بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بحلول عيد الفطر المبارك للعام 1439 هجرية، وأننا إذ نشكر سموكم خالص الشكر لنبعث لكم بأطيب تحياتنا وتمنياتنا أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم وعلى مملكتنا العزيزة وشعبنا الوفي والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات، ونسأله تعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية والسعادة حفظكم الله ورعاكم ودمتم بحفظه سالمين. والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.